اليوم رح نتعلم خدعة بالرياضيات. أول مرة رح نتطلع على الأرقام، تاني مرة مش رح نتطلع على الأرقام. فإذا رح نتعلم الخدعة اليوم بطريقتين، الطريقة الأولى بتبين مستحيلة، الطريقة الثانية بتبين مستحيلة على الأخير. كما عودناكم سابقا، إذا الشخص بيمسك هدول وبيتفقدهم وبيعمل يلي بده إياه ما رح يلاقي شيء أبدا. ولحظة صغيرة بالنسبة للفيديو الجاي، بدي حاول افتح هذا الصندوق. الصندوق هذا يلي شايفينه قدامكم ليفل 10، يعني الصندوق جدا جدا فتحه صعب، وهذا الصندوق لهلا هو اصعب صندوق مرق علي بحياتي. معكم ابراهيم عباس المعروف باسم فيو. وائل، في معي 4 خشبات، كل خشبة عليها 4 أرقام بالطول. إذا منقلب الخشبة هيك كمان معي 4 أرقام بالطول مختلفين، كلهم مختلفين عن بعض. وأنا أعطتك الخشبات قبل ما نبلش، أنت شفتهم كلياتهم سوا مختلفين عن بعض، ما في شيء بيشبه التاني أبدا. يلي بده يصير، بدك تخلط الخشبات بهذا الشكل. نفترض مثلا خلطتهم هيك قد ما بدك، بعدين دغري بترتبهم حد بعض. أنا أكيد رح كون داير وجهي، بس تخلص طلع معك أرقام. الأرقام اللي طلعت معك 7549، 5664، بدك تجمعهم كلياتهم سوا، الأربع أرقام الكبار من فئة الآلاف، رح تجمعهم كلياتهم سوا على الكالكوليتر. يلي بده يصير هون، أنا بعرفك أنك أنت شاطر كتير بالرياضيات، أنت أستاذ بيعلم مات كتير شاطر، بدي أعرفكم على وائل بيعلم مات وكتير شاطر على فكرة. فالمهم وائل رح يكون سبق بيني وبينك. جاهز؟ جاهز. رح دير وجهي، رح تبلش تخلط. يلا بلش. خلص؟ خلصت؟ معنا أنه يا كالكوليتر بلش. يلا 1 2، اجمعهم كلياتهم سوا. أنا خلصت بس ما بلشت. خلصت أنا. بس ما بلشت والله. بتاخد وقت العملية ما هي؟ بتاخد شوي. شي حلو. قديه طلع معك الجواب؟ 25,672. تفضل. 25,672. شو؟ ثواني. طب شو رايك نعيدها مرة تانية؟ أيه. بس على أصعب. حلو. رح نصعبها كتير كتير. يلي رح يصير، رح تمسكن وتخلطهم مرة تانية، بس هالمرة حذر. شو هالمرة؟ رح نعمل ألعاب خفة، مش بقى جمع وما جمع. يلي رح يصير، رح تبرم الأرقام اللي عندك وأنا بدي حاول أحسبهم وهن مبرومين اللي عندك. يعني بس تخلص بتوقفهم هيك. طيب. وبدي حاول أنا أحسبهم لهدول اللي هون. انت ما رح شوف شي. جاهز؟ جاهز. حقدير وجهي. خلط. تمام. خلصت؟ خلصت. يلا منعدة 3 ومنبلش. موقفهم؟ موقفهم. يعني الكاميرا شايفة أرقامك وأنا مني شايف شيء. يلا 1 2 3، بلش أحسب. خلصت. حسبت الأرقام تبعونك اللي من قدام. 7 9 5. ليه هيك بطيء؟ قد ايه طلعوا؟ 25,383. برافو عليك، حسبت هيدا الشيء قبل ما تبلش. 25,383 قبل ما نبلش كل شيء. شو رأيك؟ كيف؟ شوف، في شيء بيربط هذا الرقم بهذا الرقم؟ لا ما في شيء. فظيعة. خلاص؟ استسلمت؟ مشي الحال؟ خلاص. طيب. بتمنى تكون الخدعة عجبتكم. قبل ما نفوت بشرح الخدعة بدي أخبركم شغلة صغيرة. يلي عباله يحترف ألعاب الخفة ويكون بإيده خدعة كتير قوية، كورس ألعاب الخفة الأول يلي أنا عملته صار موجود، ويلي بده جميع التفاصيل عن الكورس تبعي موجودين تحت بأول تعليق. ويلا بترككم مع الشرح. أجمل شيء بلعبة الخفة هيدي إنه في المشاهد يمسك الخشبات ويتفقد الأرقام قد ما بيحب، ما رح يلاقي شيء ابدا لانه عن جد كل الارقام مختلفين. اول شيء الخشبات بتروحوا لعند النجار. انا عامل هيدي الخشبه 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، يعني عرض الخشبه 2 سنت، لازم يكونوا كل الوجوه قد بعض. اوكي، وهلا لازم ضروري تقيدوا شو هن الارقام يلي موجودين على الخشبات، فانا رح فرجيكم اياهم على الشاشه. هلا بعد ما صنعتوا ال4 خشبات بنفس الارقام يلي معي، هلا رح علمكم كيف صارت الخدعه. الشخص بيخلط فعلا قد ما بده، بعد ما يخلص خلط بحطهم حد بعض. انا عم بقدر احسب هذا المجموع بثانيه واحده. كيف؟
الأرقام تبعون الخشبات مركبين بطريقة كتير ذكية. مجموع هدول الأرقام كلياتهم سوا هو بتطلعوا على الرقم الثالث يلي هو 7247. شو بتعملوا؟ بتزيدوا 2 قبل السبعة. فإذا منحط 2 بعدين منكتب 7 2 4 وآخر رقم بتنقصوا منه 2 يعني بيصير 5. بيطلع معكم مجموع هدول الأرقام كلهم 27245. رح أحسبهم قدامكم لحتى تشوفوا المجموع. 27245 سر خطير جدا. تعالوا نرجع نعيدها مرة تانية على السريع. قد ما يخلط قد ما يقلب الخشبات شو راح يطلع معنا الرقم؟ منطلع على تالت صف، وتالت صف هو راح يحدد لنا مجموع الأرقام كلياتهم سوا. فإذا منحط أول شيء 2 بعدين 3 بعدين 2 2 وآخر رقم منقص منه 2 يعني 4 ناقص 2 2. رح يطلع معكم الجواب 23222. رح نحسبهم على السريع لتشوفوا. طلعوا 23222. كتير حلو السر وكتير ذكي. طيب الطريقة الأولى سهلة، الطريقة الثانية كيف عم تصير؟ بالطريقة الثانية المشاهد خلط قد ما بيحب وحط الخشبات لعنده، هو قاعد قدامي شايف كل الأرقام، أنا مني شايف شيء. كيف قدرت أعرف شو هو المجموع تبعهم كلهم للي هون من دون ما أشوفهم؟ يلي بتعملوه هون بتطلعوا على تاني صف 6229 بالمقلوب من اليمين لليسار 6229. اطلعوا هذا الوجه تبعي اللي شايفه المشاهد 6229. نحن هذا اللي كنا عم نطلع عليه تالت رقم لما كنا شايفينهم، بس لأنه بطلنا شايفينهم من الميل التاني بتطلع على تاني رقم، وتاني رقم رح يدلنا على مجموع كل الأرقام يلي هون. فإذا شو بعمل أنا؟ بكون حاطط الخشبات هيك لعندي، بتطلع على تاني رقم وشو بعمل؟ بكتب 2 كالعادة، بعدين بكتب 6 بعدين 2 2، آخر رقم منقص منه 2 بيصير 7. فإذا مجموع كل هدول الأرقام يلي بوجهه للمشاهد هو 26227، وفيكم تتأكدوا أصلا من تالت رقم 2 6 2 2 7. طيب تفاصيل كتير مهمة عن هيدي الخدعة، كم مرة بنعملها؟ عملوها مثل ما أنا عملتها بالفيديو، مرة بالطريقة الأولى، مرة بالطريقة الثانية، بعدين بتضبوا الخشبات وبتمشوا. ما في مشكلة إذا أعطيتوا الخشبات للشخص يتفقدهم، ما في أي مشكلة أبدا. الشاب يلي اسمه وائل يلي عملت معه الخدعة شاب كتير شاطر بالرياضيات ومسك الأربع خشبات وتفقدهم كتير كتير وما طلع معه شيء، فاطمنوا إنه الخدعة ما رح تنكشف. فإذا يا أصدقائي وصلنا لختام الدرس، بتمنى تكون عجبتكم الخدعة، ما تنسوا ضروري تعملوا لايك وتتركوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، وموعدنا إن شاء الله بدرس ألعاب خفة جديد. باي باي.